السلام عليكم خواتي، مرحبا بكم. دائما في غابة في مدينة العرش فارتسفالت. خواتي يعني اسمع في المقنين، اسمع على بالك خطرات كي تزيد تهضر، كي تكون تهضر خواتي هو يزيد. شوف بكا واحد مني راه يغني. شوفوا خواتي الظلمة لداخل، سبحان الله. هنا يا خوتي لما تكون هنايا السخانة نقولوا في شهر اوت 36 32، خوتي كي تجي هنايا وتدخل الداخل هنايا خوتي تلقاها 21 21 تلقى البرودة. المهم بلاصة شابة ما شاء الله كما راكو تشوفوا. عجبني صوت المقنين، اللهم صل عليك يا رسول الله. انا هابطين هاي. المهم شوف كرسي حاطو لهم، الناس تحب تقعد تحب تروح منا. انا كنت من الجهه اللي من هي، تحب تروح تجري تحب تروح تمشي. كاين لي فام يجوا يمشوا، كاين لي اكرمكم الله يجيب الكلب تاعو يمشيه، قال لك ولي الكلاب حظوظ. يا صاحبي هنا يا خاوتي كاين عبد الحاج والله العظيم. خاوتي قلت لكم كاين ناس عندهم اكرمكم الله كلاب تلقاه ينوض على 5 تاع الصباح باش يخرجوا باش يتنفس، باش الكلب هذاك كي سقسيتهم قلت لهم علاش تخرجوا كلابكم بذاك الوقت، واش يقولوا لي؟ يقول لي بلي كاين في هذاك الوقت تاع 5 تاع الصباح كاين واحد الهواء نقي، وحتى الطب هنايا حتى تاع الاطباء تاع الحيوانات يقول لهم عليهم، يقول لهم تخرجوا الكلاب تاعكم صباح ربي. ثم اجمل وقت باش الكلب يكون يولي مليح وما يتعقدش. اسمع الكلمه تاع ما يتعقدش، شكون الكلب ثاني يتعقد؟ حنا مسكين تفكرت الكلب تاعنا هذاك مسكين كنا نمدوا له واش يبقى من الكسرونه الله يرحمها، يما تعرف تجيب نص خبزه تضربها هكذا كاع وتقول خدي ماكله الكلب، وكانه مسكين الكلب عنده ماكله. الله يرحمك يا يما، الله يرحمك يا بابا اخويا خالد. المهم قلت لكم خاوتي باش الكلب ما يتعقدش، وبالتالي خاوتي قعدت نحسب وحدي وحدي. حنا يا سبحان الله حنا عندنا صلاة الفجر لازم تنوض في هذاك الوقت تروح تروح للمسجد في هذاك الوقت، معناتها خاوتي حنا الدين تاعنا راه قايل لنا قبل ما يجيب العلم هذه المعلومة، معناتها كاين هو نقي في ذاك. وكي زيد سقسي صحابي إما والله يبارك قال لك صح، قال لك كاين هذاك الوقت واحد الهواء نقي جدا. شكون اللي يفوز به؟ يفوز به غير اللي ينوض لصلاة الفجر، سبحان الله. وتفكرت واحد الحاجة ثانية خاوتي، تفكرت هما كلابهم كيفاش أكرمكم الله كي جات الهضرة على الكلاب وجات على البلاصة الزينة هذه. شوف من هنايا لوادها ويعقوب وثاني من يعقوب. قلت لكم خاوتي واش يقول لك الكلب تاعو تلقاه شادو هكذا خاوتي، والكلب كي يحب يحبس يخليه يحبس. قلت لكم كي يحب يحبس الكلب يخليوه يعطولو اكرمكم الله يعطولو المجال باش يحبس. حنايا شفت خطره وخضرات، شفت واحد الناس مع وليدو يحب يحبس يجبدو من اليد يدو ينصلها له، معناتها شوف سبحان الله هما هنايا يربوا كلب ويتهلاو فيه، وانتايا حنايا الاكثريه في المجتمعات ولا في العقليات ماشي في المجتمع، باسكو في المجتمع كاين المليح والدوني، الاكثريه هما اللي يقولك نجيب الاولاد ونعيش حياتي على جال الاولاد، بصح هو مسكين قامع ذاك الطفل المشي معاه ينحي له يده. المهم هذه هي اللي فكرتها برك. المهم بلاصه زينه كما كنتو تشوفوا، الواحد خطره على خطره يجي هنايا. الحمد لله وشكر لله انا نسكن ديجا في منطقه جايه في وسط الغابه السوداء، لكن ومع ذلك نحب مره على مره نجي نتمشى في هذا المكان الشباب هذا، وتسمع صوت المقنين وتريح، والاكسجين
النقي معناتها من وسط الغابة ديركت. هذه هي هذا هو، ربي يحفظكم يعطيكم الخير. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كنت حاب ندير لايف ونجاوب خاوتي ونوري لكم المكان الشباب هذا اللي راني فيه، لكن خاوتي المشكل اللايف اولا وقبل كل شيء الكاليتي ديماج تنقص، معناتها تولي الكاليتي ديماج ماشي شابه، وتحس راني ما على باليش انا كيفاه تولي ماشي شابه. لانه راه ماركيت شحال من مره ندير لايف على طوموبيلات ولا خاوتي، كي نوصل للدار نشوف باللي مع اني عندي الحمد لله الشكر له عندي انترنت قويه وعندي تليفون قوي، لكن خاوتي اللايف دائما راه ماركيت باللي بزاف اليوتيوبر اللي مشهورين وعندهم الملايين ما يديرش لايف. معناتها غير انا علاش ندير لايف انا؟ باش خاوتي برك يشوفوا مباشره وراني ويشوفوا الاسعار ويستفادوا، ولا يشوفوا الاماكن اللي راني فيها مثلا كيما هذه المكان اللي كنت درت لكم لايف، تشوفوا بلي راني هنا وتشوفوا. بصح ما راحش تشوف كيما راني نصور لك الفيديو، ما راحش تشوف كيما راني نصور لك الفيديو، ومن بعد نزيد ندير له شويه محسنات، لانه خاوتي ما تنساش بلي الكليمه راه قري وكل شيء راه يبان كحل على بها. شوف كي تخزر هكذا يقول لك الغابه السوداء، شوف تشوفها باللي تقريبا سوداء صح، هي كي تكون في قري زيد تولي لانه كاين شحال من نوع تاع شجر. هذه هي، وزيد تسمع صوت المقنين نسمعها. هنا تسمع صوت الهدوء وصوت المقنين. الله يبارك ما شاء الله. المهم ربي يحفظكم ويعطيكم الخير ان شاء الله، تهلا في روحتكم. حبيت برك نجيبكم هذا المنظر الشباب. نتمنى كل واحد لي يسكن قدام الغابه ولا خاوتي لو كان يروح مره في الاسبوع ولا مره في العشر ايام ينحي على ذيقة خاطر ويخرج ولاده ولا مرته ولا ويتمشى وشوية ينحو ذيقة الخاطر. شو ذوك النوع تاع الأشجار خاوتي، واللي ما عندهمش غابة خاوتي الله غالب كيما خاوتنا في الصحراء. ربي يحفظكم ويعطيكم الخير. ناس الصحراء، ناس الصحراء ما عندهمش غابات، لكن عندهم واحد البلايص هم يغرسوا فيهم من نخل ومن كيما ذاك النهار تحية البوعلام تاع بني والنيف، تحية الحمو ثاني بني والنيف، وتحية كاع الناس بني والنيف والناس بشار وكاع 58 ولاية. خاوتي تاع الصحراء خاطر رحت لبني والنيف قلت لكم عندهم واحد البلايص خاوتي زارعين في غارسين فيهم النخل والحشيش ومن معناتها شغل هذيك منطقة أمو تبدل فيها شوية جو من اللون الأصفر إلى اللون الأخضر. هذه هي وهذا هو خاوتي، ربي يحميكم ويعطيكم الخير. صلوا على رسول الله، خليكم تسمعوا شويه مقنين ولا نكوبيو. الله يبارك ما شاء الله. المهم صلوا على رسول الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.